تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل الجميل، يوم الخميس الونيس، آخر يوم في الأسبوع، آخر يوم في الأسبوع. إن شاء الله كان هذا الأسبوع أسبوع جميل وإيجابي وكان مريح لكم وقدرتوا تحققون في بعض من أهدافكم، حتى لو كان هدف ترى وايد صغير، هو المهم الإحساس بالإنجاز وأن الواحد يكون راضي عن نفسه وباللي حققه. فنصبح عليكم في اليوم الجميل وندخل باكر إن شاء الله على عطلة نهاية الأسبوع، ودائما نقول ندخلها بروح إيجابية، ننسى هموم الدوام في الدوام وندخل في مود إجازة نهاية الأسبوع عشان نرجع يوم الأحد طاقة إيجابية بروح عالية ونبتدي العمل مرة أخرى. وطبعا اللي داومون شفتات ومناوبات يعطيكم ألف عافية، أنتم فعلا الجنود الحقيقيون، اللي صادف مثلا جمعة وسبت عندهم دوامات يعطيكم ألف عافية ما تقصرون. واحد منهم مخرجنا ناصر السليمي، صباحك الله بالخير يا ناصر، ومنسقتنا ميرا الغفلي، هالطاقم موجود معاي. وطبعا طاقم التلفزيون دائما يكون عندهم شفتات ودوامات، أيام ما احنا نكون مرتاحين في بيوتنا في الأعياد في إجازات نهاية الأسبوع هم يداومون، فيعطيهم ألف صحة وعافية. وهذه هي الحياة، لازم في حد يداوم وحد قاعد في البيت، يعني ما يستوي لكنا نكون إجازة في أيام الإجازات، لأن سيدتي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يقول إنه ما يكون في توقف للأعمال، العمل لازم يكون شغال 24 ساعة، ما في انقطاع في الخدمات. فهذه رؤية دبي ورؤية الإمارات أكيد بشكل عام. فصبح عليكم بالخير، وأذكركم أرقام التواصل على 600-551414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. مثل ما تعودتوا دائما يكون عندنا كل ما هو جديد في وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق الجميلة قلبا وقالبا أسماء الجناحي. أسماء جاهزة معنا يا ميرا؟ صباحك وردي يا أسماء. عليكم السلام، هلا فيك في يوم الخميس الونيس. صباح الله نور السرور، وهذا هو اليوم الخميس الونيس السعيد الجميل. السعيد الجميل. ولكم للإجازة. أيوة نقول ولكم للإجازة. شو عندك لنا اليوم يا أسماء؟ اليوم بغينا نركز على اصطلاح قنوات التواصل الاجتماعي، شوف الناس ماخذين مقطع من كنا حاطين 80% من النساء يلبسون الكعب او الاحذيه غير مريحه. فصراحه امس اشوف ما اعرف مره واحده يسوون شير لهذا الفيديو، وايضا يتكلمون عن الراحه والحريم تعبين نفسهم، وهالنقاشات كلها كانت امس عندنا في الحساب. بس نحن بنذكر بعض المشاكل ممكن يسببها الكعب العالي، وهي نتوءات أو تشوهات في القدم، مشاكل في العمود الفقري، وأيضا مشاكل في الركبة. غير في وايد أشياء ثانية، لكن هالأشياء الرئيسية أو الأكثر يعني إصابة فيها النساء. غير أنه بنذكرنا إحنا إن شاء الله الأسبوع الجاي راح نبدأ معرض الصحة العربي، يعتبر معرض الصحة العربي هو من أكبر المعارض اللي لها علاقة في المجال الطبي والصحي على مستوى العالم العربي، ونتمنى من الجميع أن يشاركونا ويحضرون. نحن راح نحن مو بنستشرف في المستقبل، نحن قاعدين نصنع المستقبل. صحيح. وكل الأشياء اللي راح تشوفونها مستقبلاً وفي أشياء جديدة راح تشوفونها في المعرض، حتى الجمهور يقدرون يحضرون، لأن نحن موجودين في قاعة موقعنا بيكون بالقرب من مجلس دبي، يعني ما يحتاجون حتى تسجيلنا يجونا. ممتاز ممتاز، الدعوة طبعا للجميع أن يحضرون هذا المنتدى الأسبوع الجاي إن شاء الله. إن شاء الله. ونختمها برسالة صباحية عشان ما نكسر عليكم يوم الخميس، نقول المستقبل الناجح هو لمن يرون الفرص وينتهزونها قبل أن يراها الجميع. صحيح صحيح أسمى، والله رسالتك جميلة فعلا، فيها يعني لو واحد يأخذ رسائلك كل يوم كان وصل النجاح بكل سهولة. والله عندك رسائل جميلة يا أسماء، شكرا لك. الله يحفظك، دمتم في صحة وسعادة. وانت بصحة وسعادة ونهارك سعيد. انزين، من أسماء وسائل التواصل الاجتماعي والكعب اللي مسوي أزمة لكل النساء، بنروح للدراسة انتم متعودين نقولكم إياها كل يوم. دراستنا اليوم شو تقول؟
تقول اضطرابات النوم مؤشر خطر لتراجع الإدراك. تشير دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم في منتصف العمر أو عند تقدمهم في السن يكونون أكثر عرضة للإصابة بضعف الإدراك مقارنة بالأشخاص الذين يحصلون على نوم هادئ دون انقطاع. وعكف الباحثون على فحص بيانات 4 دراسات تتناول علاقة بين النوم ووظائف الإدراكية، وتشمل دراستين تتبعتها 3400 شخص لمدة تزيد على 20 عام منذ أن كانوا في 50s من عمرهم. وفي هذه المجموعتين كل الأشخاص اللي يعانون من كوابيس وأرق عند منتصف العمر كانوا أكثر عرضة للضعف الإدراكي مع تقدم العمر مقارنة بالأشخاص اللي كانوا ينعمون بنوم هادئ في فترة عمرية سابقة. وعندما فحص الباحثون بيانات الدراستين فضلا عن دراستين أخرين اللتين تابعتها أشخاص في 70s and 80s من العمر، خلصوا إلى أن الأرق واضطرابات النوم العامة فيما بعد مرتبطة أيضا بالاضطرابات الإدراكية. وقالت المشرفة على الدراسة شيرين سيندي من معهد كارونسكا في ستوكهولم بالسويد وإمبريال كوليدج في لندن، في حين تمثل اضطرابات النوم عامل خطر مهم للتراجع الإدراكي، النبأ السار هو أنها عامل خطر قابل للتعديل. طبعا إحنا دائما نشدد على أهمية النوم. كثير من الناس يعتبر في الزمن الحالي هذا يعتبر النوم مثل يعني إذا توفر المجال ممكن أنام مثلا ساعة زيادة، ما يعرفون أهمية النوم وضرورة إن هم ينامون ساعات كافية. في وايد من الناس يقولك أنا والله عندي شغل، عندي بروجكت لازم أشتغل عليه، فيتمون سهرانين لين في الليل، لين واحدة تنتين الفير، ويصحى الصبح الساعة 6 عشان يروح الدوام، فتكون ساعات نومه غير كافية. بعد فترة يلاحظ في ضعف في الإنتاج، يكون عندهم صداع، يكون عندهم ضعف في الإنتاج، ضعف في التركيز، يكون مجهد وغير قادر إنه يبذل نفس المجهود اللي كان يبذله من قبل. فتلاقيه يصير يسوي تحاليل ويقول يمكن عندي ضغط، يمكن عندي سكر، يمكن عندي كوليسترول، وهو اللي مسبب لي إن أنا ما عندي طاقة. بس لما إحنا نسأل، ترى واحدة من الأسئلة المهمة اللي دائما نسألها للناس سواء كانوا ما عندهم مشاكل صحية أو عندهم مشاكل صحية، دائما نسألهم كيف نومكم. النوم عامل مهم جدا في صحتنا، ممكن عامل الناس وايد ما تنتبه له. قلة النوم، الدراسة هاي شو تقول؟ تقول قلة النوم مرتبط بقلة الإدراك. شو يعني قلة الإدراك؟ يعني قلة التركيز. وهذا يحدث بعد أيضا في الحوادث المرورية. الحوادث المرورية الله يسلمكم إن شاء الله من الحوادث وما حد يصيب أي حادث، لكن كثير من الحوادث المرورية تكون مرتبطة بقلة النوم، إنه يكون السائق مو بحاصل على كفايته من النوم، بالتالي ما يكون عنده التركيز، التركيز في الشارع، تقدير للمسافات، تقدير للسيارات الموجودة حوالينا. فهذه واحدة من المشاكل تكون مصاحبة لقلة النوم. وبعد التركيز في العمل، احنا لما نكون في عملنا ونبذل طاقة بأن احنا نركز في أعمالنا، خصوصا أعمال الحين بروجكتات وأشياء على الكمبيوتر وإحصائيات، كلها تحتاج درجة عالية من التركيز. ممكن احنا ما ننتبه، نحس هذا عمل روتيني أنا أسويه كل يوم، ولكن درجة التركيز المطلوبة مني تكون عالية، وهذا يسوي إجهاد للدماغ. الجهد اللي انت تبذله خلال عملك لازم يصاحبه ساعات نوم كافية. الحين كم ساعات النوم الكافية؟ الدراسات دائما تقول 6 to 8 hours لازم نحصلها احنا كبالغين. الصغار طبعا لازم ينامون 12-14 ساعة عشان ينمون وعشان يحصل كفايته من النوم، ولكن احنا كبالغين 6 to 8 hours. في ناس دائما يسألون يقول دكتورة انا متعود انام 4 hours واشبع، خلاص انا اشبع، يعني انش الصبح اكون نشيط. هذا نظام جسمه. اذا انت جسمك متعود ينام 4 hours وتنش نشيط، واهم شيء ما يأثر على ضغط الدم عندك، فهذا طبيعة جسمك. في ناس بس المعدل للجميع 6 to 8 hours. ولازم يكون النوم يا جماعة مو بس الكوانتيتي، يعني مو بس الكميات عدد الساعات، الكواليتي جودة النوم. حدام نركز على جودة النوم. شو معنى جودة النوم؟ يعني ممكن انام 8 hours بس كل ساعة ونص او ساعتين انش من الرقاد، كل ساعة حد يدق علي الباب، انش وارد ارقد مرة ثانية، أكون نايم بس ما أكون في النوم العميق. تعرفون لما تكونون نايمين ولكن تسمعون السوء حوالينكم، تحسون حد دخل في الحجرة أو حد طلع من الحجرة، تسمعون كل الأصوات، أنتم ما تكونوا في النوم العميق. النوم العميق هو النوم المطلوب. فركزوا على جودة النوم، هيئوا غرفة النوم اللي بتناموا فيها ما فيها تليفون، ما فيها ليت، التليفون يكون سايلنت مو على الهزاز، تجلبون التليفون عشان إضاءة مالته ما تحفز الدماغ وانتو نايمين. هيئوا مكان النوم عشان تناموا بشكل أفضل. أنا وصلت للفاصل، هطلع فاصل، بعد الفاصل عندي موضوع جدا جميل، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة.
ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. نذكركم أول شيء بأرقام التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. على نور دبي يقولوا مرحبا أهلين شخباركم برشونا رسائل تفاعلوا معنا ترى برنامجكم في النهاية. إنزين نبتدي موضوعنا. يعد قسم القلب والصدر في مستشفى دبي التابع لهيئة الصحة بدبي من الأقسام المميزة اللي نجحت في أن يكون لها بصمتها في العمليات الجراحية الكبرى والمعقدة، ولا يمر يوم إلا ويسجل القسم نجاحات متواصلة في العمليات الدقيقة التي يجريها، ما يتحدث عن آخر عمليتين دقيقتين تم إجراها في القسم والخدمات اللي قدمها القسم وبعض الكفاءات. معانا في الاستوديو الدكتور باسل الزمكان استشاري جراحة القلب والصدر في مستشفى دبي. صباحك الله بالخير دكتور. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم يا أخي. حياك الله نورتنا في الاستوديو اليوم. تسلمي. إنزين دكتور، أول شيء نعطي نبدأ للمستمعين ما هو قسم القلب وشو الخدمات اللي يقدمها؟ طبعا قسم جراحة القلب والصدر هو قسم أنشئ تقريبا قبل 25 سنة بدبي وتم تطويره وتحديثه. احنا مستشفى عم نغطي تقريبا كل الحالات المرضية اللي بتخص القلب وجراحة الصدر الرئة بجميع أنواعها بما فيها السرطانات على مستوى دبي والإمارات الشمالية. كخدمات طبعا منقدم طبعا أول شيء جميع أنواع التقنيات والعمليات الجراحية المعقدة والمتقدمة لجميع أنواع أمراض القلب بما فيها البايباس اللي هي الكابج بروسيجرز، بما فيها جميع أنواع الصمامات الأورتيك والمايترالي. دخلنا بتقنيات جديدة بآخر فترة من قبل 4 سنوات اللي هو طريق المينيمال انفيزيف اللي هو الترميم الصمام وتغيير الصمام عن طريق المنظار، إضافة إلى حاليا بلشت تقريبا من 6 شهور بعملية البايباس وزراعة الشرايين عن طريق المنظار. طريقة حديثة ومعقدة جدا لأنها تقريبا إن شاء الله حتكون يعني من الـ البروسيجرز أو التقنيات اللي احنا راح نسويها بشكل منتظم والرائدين فيها على مستوى الشرق الأوسط، إضافة إلى عمليات ترميم التمزق الأبهري واستئصال جميع أنواع الأورام اللي بتكون بالصمامات وبالقلب. ممتاز ممتاز. دكتور شو أغلب الحالات المرضية اللي توصل لقسم القلب في مستشفى دبي؟ طبعا بنحكي احنا عن 80% من الحالات كما هو متبع بجميع أنحاء العالم اللي هو الجلطات القلبية اللي هي بتسبب طبعا عن طريق انسداد بالشرايين مما يؤدي إلى حلين، إما الحل الأول اللي هو عن طريق الشبكية والحل الثاني اللي هو التدخل الجراحي. ما تبقى تقريبا 20-30% من الحالات هي اللي بتكون مصابة اللي هم الصمامات إما الأبهري أو المايترالي، وهي طبعا بالنهاية التدخل فيها عن طريق القسطرة يعني ما بجيب نتيجة وبتكون طبعا الحل الوحيد هو التدخل الجراحي. ممتاز. ذكرنا طبعا كان في عمليتين جراحيتين دقيقتين تم إجراءها في قسم القلب مستشفى دبي، تعطينا أول شيء تفاصيل الحالة الأولى. الحالة الأولى هو طبعا لمريض تقريبا في بداية الثلاثينات أعتقد كان عمره 35-34 سنة، كان دخل بأعراض الجلطة قلبية بمستشفى راشد وتم تشخيصه على أساس أنه الجلطة بالقلب، فأثناء دخوله إلى قسم القسطرة اتضح أن في عنده كتلة ورمية على الصمام الأبهري، فبالحالة هي طبعا اختلف التشخيص من جلطة قلبية إلى ورم أدى إلى الجلطة القلبية، وهذا طبعا أنواع من الأورام الحميدة اللي تعتبر من أندر الأورام، وخاصة في دبي احنا ما تعاملنا مع هذه الحالة تقريبا in the last يمكن اخر 20 سنة، لاول مرة من نتعامل مع هذا النوع من الاورام. طبعا تم قبول المريض وتحولنا على مستشفى دبي وتم اجراء العملية لاول مرة عن طريق فتح جرح صغير بين الاضلاع دون الحاجة لفتح عظم الصدر كما يجري في عملية القلب المفتوح الكلاسيكية. طبعا هذه بحد ذاتها العملية بتكون مرافقة مع أعراض
كثيرة من المضاعفات، منها الجلطة الدماغية، الجلطة القلبية، إلى أنه قد يؤدي إلى أن الواحد يضطر أنه يغير الصمام كاملة. لأن عن طريق هذه العملية اللي أجراها الفريق الطبي الداخل في دبي هوسبيتال، استطعنا أن نغير نرمم الصمام الأبهري دون تغييره، استطعنا استئصال الورم الحميد كاملة، استطعنا التدخل بهذا النوع من العمليات عن طريق فتحة صغيرة جدا، وبالنهاية المريض ما شاء الله تعافى بعد 5 أيام. ممتاز. واستطاع أن يغادر المستشفى بعد اليوم السادس. طبعا ليش العملية هذه كانت نوعية لدبي؟ لأنها إحدى الأورام كما تحدث فيها من الأورام النادرة جدا، لأول مرة بتجرى بدبي ولأول مرة بتجرى بهذه التقنية الحديثة. ممتاز دكتور، شو كانت الأعراض عند المريض اللي أدت أنكم تشخصون أن فيها الورم؟ شو كان الأعراض عندك؟ هو الأعراض دخل عندك كان في وجع بالصدر، الألم العادي الصدر، وكان إحدى التشخيصات، وكان في تغيير بالإي سي جي، تخطيط الدم، تخطيط القلب كان بيوحي أن عنده أعراض جلطة. وكان عند الإنزيم الإنزيمات تاعت القلب كانت مرتفعة. فطبعا التشخيص البدائي لأي دكتور بشوفه لابد يفكر أول شيء إنه بجلطة قلبية، لأنه لما صارت القسرة التشخيصية حتى يشوفوا شو الأعضاء، يتضح إنه هذه الكتلة الموجودة على الصمام هي اللي كانت عم بتسكر التروية اليمنى للقلب. صحيح. كم نسبة الإصابة مثل هالأورام؟ تذكرت أنها حميدة ولكن نادرة. هذه من ثاني أكثر ورم حميد بيصاب في القلب، يعني تقريبا نحكي على 0.001، يعني واحد في الألف يصابون فيها. الألف تقريبا. يعتبر من حالات النادرة اللي وصلت للمستشفى. جداً. ممتاز. أيوة. ممتاز. أيوة. إذن تفاصيل الحالة الثانية دكتور. الحالة الثانية هي طبعا كان لشاب كمان صغير عمره 37 سنة، وكان عامل قبل 3 شهور، كان عنده انسلاخ بالأبهر الصاعد، وكان في تسلخ في بطانة الشريان الأبهر الصاعد. هذا الشريان تم معالجته قبل 3 شهور في مستشفى راشد بقسم الرايدولوجيست عن طريق الشبكية للستنت، وزرعوا فيه شبكية من الحجاب الحاجز إلى حتى الأرش اللي هو الجزء الصاعد من الأبهر. المريض حاليا رجع بعد 3 شهور بنفس الأعراض، بأعراض عنده كان وجع بالصدر، كان ضغط واطي جدا، كان بحالة حرجة جدا. فلما عملنا لتشخيص السي تي التشخيصي، اتضح ان في وجود تزلخ ببطانة شريان الأبهر الصاعد تمتد الى شريان الرأس والرقبة. هذا طبعا سبب الى اغلاق كل الشرايين تحت الترقوة، بمعنى آخر الإنسان عنده هو 3 شرايين بيطلع من هذا الأبهر. نعم. هي دكتور ممكن تشرح عشان الناس تفهم بالضبط الحالة كيف كانت؟ بالضبط. الشريان اليسري اللي هو الأول واحد اللي هو سوبتليفن، هذا بيغذي الأجزاء السفلى اللي هي الإيدين والرجلين. نعم. الجزء العلوي اللي هو بيغذي الدماغ اليسار، الجزء اليمين بيغذي الجزء اليمين من الدماغ. نعم. الشريانين من هذول الشريانين كان تقريبا مقفولين كومبليتلي، إضافة إلى تمزق بالشريان الوحيد اللي كان بيغذي الدماغ. هل إحنا كنا في معضلة في الموضوع هذا؟ لأن إحنا عنا عم نتعامل في موقع جراحي موجود فيه ستنت، فيه مادة كتلة معدنية. بالعادة إحنا بنكون إحنا لما متدخل جراحيا بهذه النوعية من العمليات طبعا اللي هي النادرة والصعبة جدا والمعقدة، بجزء من القلب او الابهر، بحيث تكون في بسموه احنا لاندنج زون، تكون في تيشو وفي انسجه اتعامل معها اغيرها استطيع اربطها مع بعضها بحيث ايش. نعم. نرجع للوضع الكلاسيكي كما قبل. نعم. لان احنا هون كنا في وضع حرج جدا، صعب نشيل الشبكيه، صعب نرمم هذا. نعم. اضافه الى الجزء العلوي الصاعد كان غير مصاب مطلقا كالعادة. نعم. إلا فقط لغير بالجهة اللي بيطلع فيها الأوعية الدموية. فاضطرينا نستحدث طرق جديدة وتكنولوجيا جديدة غير معروفة سابقا على الإطلاق، بحيث نخلينا الشبكية موجودة. نعم.
استغنينا عن الشريان الأخير اللي بغذي الدماغ، استعنا بتروية جديدة أثناء العملية للدماغ حتى نبقي الدماغ على كما هو عليه حتى ما يصاب بجلطة دماغية المريض. نعم. بتعرف إحنا المريض عم نبرد المريض لدرجة تتعدى 18 درجة سيلسيوس ديجريز 18، ونوقف الماشين كومبليتلي، يعني المريض شبه تقريبا يكون كلينيكالي ميت. نعم صحيح. الماشين اللي بيشتغل عليه، فلا بد التروية تاع الدماغ تكون سليمة حتى ما نفقد اي صحيح. خلية دماغية اثناء العملية. بالضبط. استطعنا بتكنيك جديد ان نروي الدماغ، استطعنا ترميم الـ الانسلاخ بهذا الجزء وإعادة ترميم الوعاء الدموي بطريقة مستحدثة. نعم. والمريض اكسوبيتد، انتهى، راح على العناية المركزة وطلع البيت امبارح ما شاء الله بدون أي مضاعفات. ما شاء الله ممتاز. يعني الجهود ما شاء الله بذلتوها إنقاذ حياة هذا المريض، طبعا اللي كان يعاني من تسلخات مثل ما ذكرت في الشرايين، وكان وضعه شوية حساس، فما شاء الله جهود هايدين على الكفاءات اللي موجودة عندكم في قسم القلب. فتعطينا انت دكتور عن أهم الكفاءات اللي انتم عندكم في قسم القلب، وأكيد تحية لجميع العاملين، كلكم كفاءات وكلكم ممتازين، بس يعني نعطي نسلط الضوء على بعض الكفاءات الموجودة عندكم. هل تذكر أسماء يعني؟ أسماء، تقنيات جديدة، خدمات. هو كأسماء الطاقم كله ما شاء الله عليه والتريند وكلهم يعني تقريبا، لأنه أي عملية وأي تدخل جراحي بدل ما كان في هاربوني وما كان في تناغم بين الفريق صحيح. ما في أبدا، لأنه اللي شخص المريض واللي عمل التخدير للمريض والأجر العملية واللي تابع المريض واللي طلع المريض، هم كلهم هذول بيصبوا في النهاية بنفس القالب. فتحية صحيح. لكل الطاقم في دبي بجراحة القلب والصدر، من الاستشاريين إلى دكاترة إلى ريزيدنس. أكيد أكيد، تحية لهم كلهم. في كلمة أخيرة حاب تعطيني إياها دكتور بخصوص خدمات قسم القلب، رسالة أخيرة، نصيحة للمستمعين عن أمراض القلب مثلا. أنا نصيح طبعا حتى أعرج بس لفترة قصيرة، إحنا كمان بنعمل كمان جراحة الصدر باي ذا واي، وإحنا تقريبا الأكبر مستشفى لجراحة الأورام والصدر بكل إمارات، مو بس بدبي، على مستوى دبي بنعمل جميع الجراحات في المنظار واستئصال السرطان جميع الأورام كمان بدبي وبراشد ومستشفى راشد. ممتاز. حاليا احنا ان شاء الله عم نشتغل على برنامج كبير بحيث نعمل سكرينينج اللي هو باللغة العربية المسح لأمراض السرطان. للأسف نسبة المدخنين في الوطن العربي او في الإمارات عالية جدا. نسبة لاكتشاف المرض للأسف بيكون في فترات متأخرة جدا. صحيح. احنا عن قريب ان شاء الله راح نحط بروجرام واستراتيجية معينة بحيث كل مريض بتعدى 40 او 50 سنة بيعمل فحوصات حتى وقائيا. نعم. نعرف بالضبط اذا كان عنده اي نوع او اي خلل او أورام بالرئة. بالضبط. هذه احدى الاشياء اللي جديدة هنعملها ان شاء الله. ممتاز ممتاز. انزين كلمة اخيرة دكتور حاب تعطينا اياها، نصيحة. نصيحة لكل إنسان عايش في البلد الطيب، مستشفى دبي بشكل عام بيعمل خدمات راقية جدا جدا، والدي اتش اي بشكل عام سواء راشد أو لطيفة، إلا أنه خاصة بالقلب. الإنسان إذا شعر بأي أعراض، بأي أعراض قلبية، لا يتوانى أبدا يراجع الدكتور حتى يتم الإجراء المناسب واكتشاف المرض بفترته المبكرة قبل ما يكون الوقت متأخر. أكيد أكيد دكتور، أنا شاكرة لك وجودك معنا اليوم دكتور باسل الزمكان، استشاري جراحة القلب والصدر في مستشفى دبي. يعطيكم ألف عافية على جهودكم، ونتمنى إن شاء الله استضافتك معنا مرات أخرى إن شاء الله عشان نسلط الضوء على بعض الخدمات الجميلة والمهمة اللي تقدمونها في قسم جراحة القلب والصدر في مستشفى دبي. شكرا كثير، شاكرة لك وجودك معنا اليوم دكتور. أنا وصلت الفاصل، بعد الفاصل بنقرأ كم الرسائل، وبيكون عندنا موضوع جميل عن أجندة احتفالات خاصة بعام زايد في صحة دبي، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أنا وعدتكم قبل الفاصل أقرأ لكم كم رسالة. أول رسالة، صباح الخير، مرحبا دكتورة، خفي علينا اليوم وايد سريعة، أنا آسفة. لما ما يكون معي حد شي أنطلق، ما أضرب بريك شوي، يبالي أضرب بريكات. حاضر، فالكم طيب، أحاول أتكلم بشكل أبطأ اليوم.
بعدين صباح الفل دكتورة، هل شرب الماء في وضع الجلوس مفيد للجسم وأحسن من شرب الماء في وضع الوقوف ولماذا وشكرا؟ طبعا أول شيء نصيحة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الواحد لازم لما حتى يشرب أو يأكل يكون جالس وما يكون واقف. وثاني شيء، شو السبب إن نقول شرب الماء وحتى الأكل لازم تكون جالس؟ لأن خلال الوقوف الدورة الدموية يتم توزيعها للقدم، تروح للقدم أكثر ما تروح لباقي أعضاء الجسم عشان تساعدنا في المشي. فأنت لما تاكل وأنت تمشي وايد من الناس بعد فترة يلاحظون يوم سوء هضم، والسبب إن المعدة ما يكون عندها دورة دموية كافة، ما يكون في دم يساعدها على الهضم بشكل سليم، فتستوي عملية الهضم أصعب، تستوي عملية الهضم أطول. فعشان شي دائما إحنا نقول لا تاكلون وأنتوا تسوقون ولا تاكلون وأنتوا تمشون، لأن الدورة الدموية بتكون متوزعة في أماكن غير الجهاز الهضمي، بينما لما تكون أنت جالس وتبتدي تاكل الدماغ يعطي علامات او انذارات او اشارات للدوره الدمويه ان الحين موعد الاكل، فكل الدوره الدمويه تروح عند المعده. وها واحد من الاسباب ان بعد الوجبات الدسمه نحس ان فينا نوم، لان الدوره الدمويه طلعت من يعني خفت في الدماغ وصارت كلها موجهه صوب المعده عشان تساعدها في الهضم. بعدين تحيه لي ولكل الامهات، لي كم من سنه ما دخلت في مرحله النوم العميق، لنا الجنة إن شاء الله، الأمهات لكم الجنة، سنوات ما في نوم عميق، بس إن شاء الله يكبرون عيال والله يهديهم تي ويستون تي أكبر شوية نقدر ننام على راحتنا. بس والله الأمهات مشكلتهم دائما يحاتون، حتى مع عيال يكبرون يحاتون وما ينامون نوم عميق، ما علم عشان تجي الجنة تحت أقدام الأمهات، ما تي الجنة بالساهل يا جماعة. فالحين نقرأ منورة دكتورة، شكرا على الانستغرام. إنزين الحين نروح لموضوعنا. في ضوء ما أعلنه ووجه به صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بأن يحمل عام 2018 في دولة الإمارات شعار عام زايد، ليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، بمناسبة ذكرى مرور 100 سنة على ميلاده. حرصت هيئة الصحة بدبي على مواكبة احتفاء الدولة بأجندة احتفالات وفعاليات خاصة، وذلك لإبراز دور المغفور له في تأسيس وبناء دولة الإمارات إلى جانب إنجازاته رحمة الله عليه المحلية والعالمية. بنتكلم عن المبادرات وشو مجهزين في هيئة الصحة وشو الأجندة. معانا في الاستوديو الأستاذ خالد الجلاف رئيس فريق إدارة المعرفة في الهيئة، والأستاذ روضة المهيري أخصائي التخطيط الاستراتيجي في صحة دبي. صباحكم الله بالخير وحياكم الله في الاستوديو. الله يحييك وسهلا. انزين نبتدي أولا نتكلم عن لمحة سريعة عن هذا العام المميز في تاريخ الإمارات عام زايد. أخوي خالد، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الجميع يعلم ان في حلم زايد كان تأسيس وحدة دولة الامارات، وسعى في ذلك مع شقيقه الشيخ المغفور له الشيخ راشد بن سعيد المكتوم، وتكونوا هذا الكيان العظيم يعني. وكان عام 1918 هو ميلاد هذا القائد الملهم وصاحب أعظم تجربة وحدوية في العالم العربي، صحيح. اللي الكل يعني يتحدث عنها ويضرب بها المثل أنها امتدت منذ ذلك التاريخ من عام 1971 إلى اليوم. وخلال فترة حكمة ما قبل الاتحاد وحكمة في فترة الاتحاد إلى أن وفاه الأجل رحمه الله، يعني هناك الكثير والعديد من الإنجازات، نعم. التي نفتخر بها والتي يعني نستلهم منها الكثير للحاضر وللمستقبل. فأقل ما يمكن أن يقدم لصاحب الأيادي البيضاء وصاحب الفكر النير وصاحب التجربة الوحدوية الأعظم في الوطن العربي أن يخلد ذكرى من خلال يعني إنجازات يصرح عنها ويحتفى بها وفعاليات وأنشطة تنظم تحمل اسمه وتحمل يعني روح هذا القائد الذي يعني ألهمنا الكثير. من هذا المنطلق يعني هيئة الصحة يعني فكرت بأن شأنها شأن المؤسسات والهيئات والأفراد أن نحتفي بزايد بأسلوب ربما يكون مختلف، كل يتنافس في الهيئات مع المؤسسات الأخرى، نعم. لإبراز هذا الاحتفال وإظهار عظمة المحتفى به من خلال يعني حزمة من الأنشطة والفعاليات. ممتاز.
أستاذ خالد لو ممكن تعطينا فكرة شو قيمة الاحتفاء لما موظفي هيئة الصحة تم دمجهم أو يحتفلون بالذكرى عام زائد، شو القيمة المعنوية تكون للاحتفال؟ هيئة الصحة في دبي كما تعلمين دكتورة فيها العديد من الجنسيات والعديد من الثقافات التي أتت إلى الدولة ربما صحيح. حتى بعد وفاة الشيخ زايد رحمة الله عليه والكثير منهم ربما لا يعرف عن الشيخ زايد. هذا دورنا اليوم أن نعرف من هو الشيخ زايد، من هو ملهمنا، من هو قائدنا. كذلك الأمر موضوع الصحة بالذات كان حلم لصاحب السمو المغفور له الشيخ زايد بأن يجعل من دولة الإمارات دولة آمنة صحيا، فسعى منذ أن كان يعني ممثلا للحاكم في مدينة العين إلى أن يوجد أول مؤسسة صحية في مدينة العين، حتى أن المؤسسة الصحية أو المستشفى بدأ في العين قبل أبوظبي. صحيح. يعني والقصة التاريخية تذكر أنه رحمه الله سعى لأن يحضر الدكتور من المستشفى الأمريكي في مسقط، ولكن لعدم توفر ذلك الدكتور يعني تواعد مع مدير مستشفى مسقط بأنه عندما تحين الفرصة ووجود طبيب أن يأتي به، وحدث ذلك مع بداية عام 1960 عندما يعني جاء الدكتور بات كينيدي من العراق بعد الثورة اللي صارت في العراق، خرج إلى الأردن ووجد وسيلة فرصة للعمل في مدينة العين، استدعاه الشيخ زايد بسرعة ووفر له العيادة اللي كانت بيت الضيافة في مدينة العين ووفر له كل المستلزمات، فجاء هو وزوجته التي كانت طبيبة والفريق الذي معه كان يعمل في العراق، جاءوا إلى العين وأسسوا مستشفى الواحة اللي هو نواة الخدمات الصحية في إمارة أبوظبي. هذا حلم زايد. اليوم احنا لما نرى أين وصلت الخدمات الصحية من الغويفات إلين الفجيرة، عدد المستشفيات، عدد المراكز التخصصية، عدد المنشآت، حري بنا أن نحتفي بمن كان ملهما لنا حتى في القطاع الصحي، بمن كان يعني لا يعني يدخر يعني المبالغ الكبيرة جدا في بناء المستشفيات ليس فقط على مستوى دولة الإمارات وإنما حول العالم. نحن اليوم لو نبحث عن المراكز التي بناها المغفور له الشيخ زايد رحمة الله حول العالم، من أمريكا اللي هي موطن الطب ربما حاليا هناك مراكز بناها الشيخ زايد إلى الهند وباكستان وبنغلاديش وفلسطين وغيرها من الدول، هناك مراكز تحمل اسم زايد. فزايد بالنسبة للقطاع الطبي ملهم ويعني لابد أن نذكره لأن عمل الكثير ونستلهم من فكرة أيضا الكثير. أكيد. أختي روضة بس تعطينا فكرة متى بدأ التحضير للاحتفال بعام زايد في الهيئة؟ تم التحضير بعد ما تم إطلاق القرار بتسمية عام زايد، تسمية 2018 عام زايد. تم عقد الاجتماع وعصر تهني في شهر أكتوبر 2017، وتم وضع خطة مبدئية عن المبادرات والمحاور التي تندرج تحتها الأنشطة للاحتفاء بعام زايد، وتبعا تم إطلاق ست محاور رئيسية مثل ما تفضلت يتفضل الأستاذ خالد. بناء على توجيهات السامية باعتبار 2018 عام زايد، تحتفي هيئة الصحة بعام زايد بالقائد والمؤسس وإبراز دوره في جميع المجالات المحلية منها والإقليمية والعالمية. تم وضع محاور بناء على أهمية المحتفى به وأهمية الحدث وحرص على أن يكون لها صدى جيد يليق بالمحتفى به. المحاور هي كالتالي: محور زايد في الثقافة والتراث. لم يقتصر اهتمام المغفور له الشيخ زايد على بناء الدولة بالعمران والاقتصاد، فقد اهتم كثيرا ببناء الإنسان على أهمية الثقافة والتراث، سعيا بأن تصبح الإمارات واحد للتنوع الفكري، واعتبار التراث مكونا رئيسيا بالمكونات الهوية الوطنية لتعريف أبناء الوطن بأهمية أن الإمارات جزءا لا يتجزأ من الثقافة والتراث العربي والإسلامي. صحيح. المبادرات التي تندرج تحت المحور الثقافة والتراث بيكون بالتعاون مع ندوة الثقافة والعلوم، منها إصدار كتاب زايد والصحة هي قصة حياة. معرض الكتاب يتحدث عن عام زايد، ومعرض طوابة
مقراص الشيخ زايد عبارة عن برامج متلفزة، ندوات فكرية منها ندوات زايد والإنسان والحكيم. مثل ما نعرف أن الشيخ زايد ركز على دور المرأة، بتكون في ندوات عن زايد والمرأة، ندوات رياضية في فكر زايد، ندوات زايد واهتمامها بالتراث، ندوات قراءة في شعر زايد، مسابقات بحوث ودراسات عن إنجازات زايد في مجال الصحة، وبريت حلم زايد. ممتاز. الحين محاور، قلتي محور الثقافة. نعم. وكم محور موجود؟ 6 محاور؟ 5 محاور. المحور الثاني بيكون الفن في حب زايد، مبادرات فنية. حلم زايد بتكون فعاليات أو مبادرات خدمية. ممتاز. زايد والإنسانية بتكون في مجال الإنساني. نعم. الرياضة تتذكر زايد، بتكون في محور زايد في القلب اللي هي التغطية الإعلامية لجميع ما يتم إنجازه في هيئة الصحة لإبرازه للمجتمع والمواطنين في دورة الإمارات. ممتاز. أخوي خالد، كيف تم اختيار مثل هالمحاور؟ إيش معنى 6 محاور اخترتوها عشان يكون ضمن احتفال بعام زايد؟ طبعا زايد كان شمولي في فكره، شمولي في اهتماماته. لذلك حاولنا قدر المستطاع ان نبحث عن مجالات التي اهتم فيها زايد. زايد كان بالدرجه الاولى شاعر. صحيح. وكان يحب التراث، وكان بنفسه يحضر مجالس الشعر وايضا الادباء، فاستلهمنا من هذا الاهتمام اللي هو محور الثقافة والتراث. يعني زايد يرى أن من لا ماضي له لا حاضر له ولا مستقبل، هذه المقولة المشهورة من مقولاته. لذلك كان لابد أن يكون التراث حاضر في المحاور التي سوف يعني نحتفي بها. فيما يتعلق بالفن، الفن اليوم الإماراتي وصل إلى العالمية من خلال الفنانين الإمارات، ولكن أيضا بدعم من صاحب السمو الشيخ زايد. أنا استحضرني هنا بما أن لي أيضا خلفية فنية، أن المغفور له الشيخ زايد لما أهدى في زيارته، أحدى زياراته إلى المملكة المغربية، أراد أن يهدي الملك الحسن رحمه الله هدية، أهداه لوحة من فناننا عبد القادر الرئيس، طلب منه أن يقدم لوحة، فقدمها الشيخ زايد تعبيرا عن الصداقة والعلاقة الجميلة ما بين، فالفن كان في فكر زايد. فيما يتعلق بالرياضة، الشيخ زايد أطلق مدينة زايد الرياضية، وكلنا يتذكر حضوره وفرحته في دورة الخليج التي انعقدت هناك، وكيف كان فرحان وكيف كان يثني على الرياضيين الإماراتيين. فهنا كان استلهمنا الأنشطة الرياضية التي اهتم بها، سواء كانت الرياضة العالمية أو المحلية، سواء كان الرياضات البحرية أو التراثية في فكر زايد. أيضا فيما يتعلق بالخدمات الطبية والحديث عنها وتقديم خدمات تحمل زايد، اسم زايد، أيضا نستلهم مما فعله زايد في بناء المنشآت وكيف كان لها أثر على الأمن الصحي. أيضا فيما يتعلق بإنسانية زايد رحمة الله عليه، هنا أيضا محور الإنسانية كبير جدا. أياديه البيضاء رحمه الله كانت يعني يشهد لها القاصي والداني، الكل يتحدث عن زايد وخير زايد يعني، فلا أقل أن نقدم محور الإنسان، محور زايد والإنسانية من خلال مجموعة من يعني أعطيك مثال، مجموعة من الأنشطة الإنسانية اللي سوف يكون لها صدى. يعني كون قطاع صحي هناك يعني راح يكون في بطاقة تأمين زايد الخير، وهذه بالتعاون مع شركات التأمين سوف تقدم بطاقة تأمين تعطى للمعوزين الذين لا يستطيعون أن يتحملوا مصاريف إصدار البطاقات التأمينية. هناك أيضا أنشطة خدمية ليوم زايد التطوعي، راح نستغل الناس المعوزين أيضا في مناطق نائية من الإمارة، ونقوم بتقديم خدمات يعني تكمل لهم العيش الرغيد والعيش السليم. كذلك الأمر بالنسبة لتقديم خدمات من خلال المستشفيات الخاصة. صحيح. عطاء وسعادة، يعني هذا المشروع الذي أطلق أيضا في بداية السنة هذه، هذا من ضمن مظلة احتفالات الهيئة بعام زايد. أيضا راح يكون في تقديم خدمات في المستشفيات للمعوزين والذين لا يستطيعون أن يقدموا. أيضا لا يقتصر الأمر على الدولة، هناك أيضا خدمات سوف تقدم خارج الدولة للدول من خلال تقديم
الأدوية وقد تقديم الأدوات والأجهزة الطبية لمساعدة من هيئة الصحة ومن دولة الإمارات لتلك الدول، لأن فكر زايد كان لا ينظر فقط محليا إنما كان ينظر أن يعم الخير خارج الدولة. ممتاز. طبعا احنا نشكر لكم من هالتنسيق الجميل وهالتخطيط الجميل للاحتفالية بعام زايد، وان شاء الله نكون كلنا معاكم في الاحتفالية وتعمل فرحة في قلوب الناس بالاحتفال بهذا العام المميز والعام زايد. كلمة اخيرة حابين تقدمونها للمستمعين استاذ خالد تجفيك. طبعا احنا نؤمن في بالعمل التكاملي، وكل هذه الانشطه اللي ذكرتها الاستاذه روضه يعني هي ايضا بالتعاون مع مؤسسات اخرى. عندما تكون تتلاقى الافكار تكون يعني الافكار اكثر ابداعيه، فلذلك احنا نتعاون مع ندوه الثقافه والعلوم في دبي، نتعاون مع منطقه دبي التعليميه، ايضا مع هيئه المعرفه، نتعاون مع القطاع الخاص، نتشارك كلنا في حب زايد. لذلك إن شاء الله نتأمل أن تكون فعاليتنا ترقى إلى مستوى زايد الذي ندعو الله تبارك تعالى أن يتغمده برحمته إن شاء الله. آمين. أستاذ روضة أقدر أضيف على الأستاذ خالد نقول زايد في القلب. أكيد أكيد. شكرا لكم تواجدكم معنا اليوم في الاستوديو، الأستاذ خالد الجلاف رئيس فريق إدارة المعرفة في الهيئة، والأستاذ روضة المهيري أخصائي التخطيط الاستراتيجي في الصحة في هيئة الصحة في دبي. شكرا لكم تواجدكم معنا ويعطيكم ألف عافية. الله عافيك. مشكور. احنا وصلنا لختام البرنامج. أول شيء أشكر المخرج ناصر السليمي، شكرا لك يا ناصر، ومنسقة أميرة الخصلي، شكرا لكم تواجدكم معي اليوم. وهذه محدثتكم الدكتورة ندى الملا، اليوم يوم الخميس آخر يوم في الأسبوع، استانسوا وشان نلقاكم إلى الأحد، ولن ألقاكم أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.